وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ما انتظار الدمع مأتم الحزن ودع عنك شربا وأكلا. كيف لا تلبس ثوب الحزن السواد يعم العالم في هذه الأيام على أبي عبد الله حزنا ورزية ومصابة. كيف لا تلبس ثوب الحزن في مأتم أحزن أملاكا ورؤيا الزهراء ثكلى. أصبحت فاطمة الزهراء ثكلى. أصبحت آل رسول الله قتلى. أصبحت به آل رسول الله يا
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلى على محمد وآل محمد. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ثاني يرحمكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. لقضاء حوائجكم ولشفاء مرضاكم وهدية لموتاكم ثالثة بأعلى أصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن العالم في مثل هذه الأيام والليالي رفع رايات السود عزاء ومصابا لحزن ولرزية أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرزية وهذه الفاجعة هي فاجعة عالمية، وأعني بذلك العالم بأسره تأثر بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. العالم العلوي، السماوات وما فيها والأرض بمن عليها، بكوا على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذا في دعاء الندبة ماذا تقرأ؟ تقول: بكتك السماء ومن فيها والأرض ومن عليها. هذه حقيقة من الحقائق التي سنها رسول الله أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما هي؟ هي سنة البكاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. رسول الله قوله حجة، فعله حجة، تقريره وإمضاؤه للأشياء حجة. فلذلك رسول الله بكى على الحسين عليه السلام بأدلة كثيرة من العامة والخاصة. أمير المؤمنين بكى على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بكت على أبي عبد الله الحسين، كريم أهل البيت الإمام المجتبى بكى على الإمام الحسين، الأئمة الطاهرون بكوا على الإمام الحسين عليه السلام، الأنبياء والمرسلون قبل أن يخلق الله الحسين بكوا على الحسين عليه السلام. لذلك لو رجعت إلى نماذج في حياة الأنبياء وكيف بكوا على سيد الشهداء سلام الله عليه، تقف وقفة المتحير في مصيبة الحسين عليه السلام. النبي زكريا على نبينا وعليه السلام أحد أنبياء الله طلب من الله أن يعلمه الأسماء الخمسة التي علمها لآدم على نبينا وعليه السلام، فأوحى الله إليه هذه الأسماء عن طريق الوحي فتعلمها، فأصابته حالة من العجب من الغرابة في هذه الأسماء الخمسة باسم واحد من هذه الأسماء. قال: إلهي
ماني كلما ذكرت محمدا وعليا وفاطمة والحسن انكشف عني الهم والغم وانجلت همومي وأحزاني، ولكن كلما ذكرت الاسم الخامس وهو الحسين جرت عبرتي ودمعتي من دون اختياري. فأوحى الله إليه ما جرى على أبي عبد الله الحسين من مصيبة في أرض كرب وبلاء، فبكى النبي زكريا بكاء الثكلى على أبي عبد الله الحسين، وأغلق باب داره لمدة 3 أيام، جلس في محل عبادته وسجادته يبكي ويناجي الله ويبكي ويقول حسين حسين حسين. 3 أيام منع الناس من الدخول عليه لأجل أن يعزي رسول الله ويواسيه بمصاب حفيده الحسين، بمصاب صبته الحسين، بمصاب ولده الحسين. في اليوم الثالث رفع يده إلى السماء قال إلهي أتبتلي حبيبك، أتبتلي حبيبك محمد بهذه الرزية؟ أتحل هذه المصيبة بفنائه؟ أيجري عليه هذه الرزية في ولده؟ إلهي ارزقني ولدا وقر به عيني وافتني في حبه وافجعني بمصابه كما تريد أن تفجع حبيبك محمد صلى الله عليه وآله. هكذا النبي زكريا لما علم عظم الرزية وشدة المصيبة ما تحمل إلا أبى أن يواسي خاتم الأنبياء وأشرف الأنبياء بمصيبة سقطه الحسين عليه السلام. الرواية تقول فاستجاب الله دعاء زكريا ورزقه يحيى على نبينا وعليه السلام، وكان حمل يحيى 6 أشهر في بطن أمه كما كان للحسين عليه السلام هذا الحمل في بطن الزهراء فاطمة 6 أشهر. شوف التشابه. ثم أنه الحسين عليه السلام بكته ملائكة السماء 40 صباحا، كذلك يحيى على نبينا وعليه السلام بكته ملائكة السماء 40 صباحا كما بكت على الحسين. هذا النبي الذي أراد أن يواسي خاتم الأنبياء كان هذا الولد الشاب هذا النبي يحيى على نبينا وعليه السلام ما كان إنسانا عاديا. ليش؟ وقال إلهي قرة عيني به، كان قرة عين لأبيه، كان عابدا زاهدا ورعا تقيا. إذا حضر مجلس أبيه زكريا وسمع الموعظة من أبيه كان يبكي بكاء الثكلى ويمرغ وجهه وناصيته بالتراب من شدة الحزن والمصيبة ويقول إلهي كيف ألقاك وأنا عبدك المقصر؟ يكاد أن يموت في دار الموعظة وفي مجلس الموعظة إذا سمع موعظة أباه زكريا. فلذلك كان النبي زكريا إذا رأى ولده يحيى في المجلس ما كان يقدم الموعظة، يخاف عليه من الموت، هكذا تقول الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام. لشدة أنه النبي يحيى لما علم أن أباه كان يوقف الموعظة في مجالس بني إسرائيل بسبب وجوده سوى، كان يلثم وجهه ويحضر في آخر المجلس حتى لا يراه أباه زكريا. فإذا وعظ الناس يرى النبي زكريا غلاما من بعيد يبكي ويمرق رأسه بالتراب ويحبو حتى يصل إلى نبي الله زكريا من البكاء والخوف من الله عز وجل، فيكشف لثامه فيراه يحيى. ثم
هام على وجهه في البيداء يبكي خوفا من الله عز وجل. فذهب إلى أمه قال إن ولدك يحيى هام في البيداء حزنا ومصابا. ليش؟ لأنه سمع موعظة مني فاطلبيه أخاف عليه من الموت. هكذا خرجت أم يحيى على نبينا وعليه السلام تبحث عن ولدها هذا الغلام المؤمن الشاب الورع الذي كان يخاف الله عز وجل بكل لحظة وبكل طرفة عين. فسألت شباب الحي قالت لهم أرأيتم شابا غلاما بهذه الصورة؟ قالوا أتقصدين يحيى؟ لقد رأيناه في البيداء يكاد أن يموت من البكاء والنحيب. أخذت بيدي ولدي عادته إلى البيت ولدي نخاف عليك من الموت. هكذا رزقه الله بمثل ما طلب. اللهم ارزقني ولدا تقر به عيني وافجعني به مواساة لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله كما ستفجعه بولده الحسين. أي مصيبة كانت قد سمعها النبي زكريا حتى طلب هذا الطلب، حتى ناجى الله بأمر عسير لا يتحمله أي إنسان إلا نبي من أنبياء الله. هذا نموذج من البكاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فهنيئا لكم يا أصحاب العزاء، هنيئا لكم البكاء والنحيب على سيد الشهداء الأنبياء السابقون الذين سبقوا رسول الله كانوا يبكون على الحسين عليه السلام. نموذج آخر من أنبياء الله الذين بكوا على سيد الشهداء إبراهيم الخليل بكى بكاء عظيما على الحسين عليه السلام. متى؟ كان على دابته فمر بأرض كربلاء فتعثر في الموضع الذي قتل فيه الحسين عليه السلام، موضع النهر. شفتوا هذا الموضع الذي فيه الشباك والليت الأحمر؟ هذا الموضع تعثر به النبي إبراهيم فسالت الدماء من جبينه فسجد لله باك يا إلهي هل جرى شيء؟ قال لا، جبرائيل نزل قال لا، ولكن هذا الموضع يقتل فيه صبط خاتم الأنبياء. قال ومن؟ قال ذاك الحسين شهيد كربلاء. قال ومن قاتله؟ قال قاتله يزيد فلعين السماوات والأرضين. فقص له حديث كربلاء، جعل يبكي إبراهيم الخليل بكاء الثكلى على الحسين حتى أنه من شدة البكاء والنحيب وكان يلعن قاتله، وإذا به يسمع في آخر دعائه الدابة التي كان على ظهرها تقول إلهي آمين. التفت إبراهيم الخليل قال لها وأي شيء فهمت حتى أمنت على دعائي؟ قالت له يا نبي الله أنا كنت أفتخر بركوبك علي، ولكن لما وقعت من على ظهري في هذا الموضع وعلمت أن السبب هو يزيد قاتل الحسين فأمنت على دعائك بلعن قاتل الحسين. وإن من شيعته لإبراهيم، هذا المقام الذي وصل فيه في ذلك المقام، أي مقام؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. النجوم هم آل محمد صلى الله عليه وآله. نظر إلى مقام أهل البيت، نظر إلى علو شأن أهل البيت، ونظر إلى مصاب الحسين وما يجري على الحسين.
الحسين فقال إني سقيم، أي يعني في التأويل أني مريض القلب حزين القلب بسبب مصاب الحسين شهيد كربلاء. هكذا كانت أنبياء الله يبكون على الحسين. رسول الله صلى الله عليه وآله بكى على الحسين يوم مولده. رسول الله جرت حادثة في مدينة رسول الله، أصاب المدينة قحط ما فيها ماء، اشتكت الناس من العطش. جاءت فاطمة الزهراء بيدي ولديها الحسن والحسين إلى رسول الله، قالت يا رسول الله هذان الصبيان الحسن والحسين في حالة من العطش وهما صغيران لا يتحملان العطش يا رسول الله، ماذا أصنع بهما؟ فأخذ رسول الله الحسن وأجلسه على فخذه الأيمن، وأجلس الحسين على فخذه الأيسر، وضمهما إلى صدره يقبل هذا مرة يشم هذا ثانية، ثم أخذ لسانه وجعله في فم الحسن المجتبى، فمص الحسن المجتبى، فمص الحسن المجتبى ريق رسول الله، فارتوى كريم أهل البيت. صلوا على محمد وآل محمد. ثم جعل لسانه في فم الحسين عليه السلام، فمص أبو عبد الله الحسين ريق رسول الله، فارتوى الحسين شهيد كربلاء. ما تحمل رسول الله أن يرى أولاده، لابد أن يصنع معجزة حتى يرويهما. رسول الله خاتم الأنبياء صاحب المعاجز. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري، الرواية موجودة في صحيح البخاري، يقول رجعنا من أحد الغزوات فأصاب القوم العطش، ماكو ماء، صحراء بيداء، راجعين من غزوة وما أدركوا الماء، بعد لم يصلوا المدينة. فجاء جابر بن عبد الله الأنصاري قال يا رسول الله القوم عطاشا وقد جاء وقت صلاة الظهر والناس لا يملكون ماء للشرب ولا للوضوء، يا رسول الله ماذا نصنع؟ رسول الله قال هل بقي من الماء شيء؟ قال جابر بن عبد الله الأنصاري بلى يا رسول الله هناك إناء فيه ما، قال أحضر لي هذا الإناء. فأحضر له جابر ذلك الطس أو الإناء الذي فيه ماء، فجعل رسول الله يده في ذلك الإناء فانفجر الماء من بين يدي أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله يقول للأصحاب حي على الوضوء حي على الوضوء. فجاءوا الأصحاب يشربون من الماء ويتوضون، يقول جابر بن عبد الله الأنصاري فوالله كنا 1000 ويزيدون ارتوينا وتوضأنا من تف رسول الله محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الماء يتفجر من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك ما كان يتحمل، كان يبكي على الحسين، بكى عليه، تذكر عطشه في كربلاء وجعل يبكي رسول الله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في صفين لما منع أبو أيوب من جيش معاوية الماء على أمير المؤمنين، قضية تاريخية مذكورة، فأمير المؤمنين بعث فرسانا حتى يكشفوا المشرعة ويأتوا بالماء، فما استطاعوا. ثم التفت أمير المؤمنين إلى ولده الحسين قال يا أبا عبد الله ائتنا بالماء، فقام أبو عبد الله الحسين ومعه الفرسان حتى وصل إلى الفرات وكشفهم عن الماء وجلب الماء ووضع الماء أمام أمير المؤمنين، وإذا هم يرون أمير المؤمنين يبكي بكاء عظيما. لماذا تبكي يا أبا الحسن؟ هذا الحسين قد أتى بالماء. قال والله إنها هي البركة الأولى للحسين، هذه هي أول البركات، وقد تذكرت عطشه في أرض كربلاء
وما يجري عليه من المصائب والرزايا. هكذا أنبياء الله يبكون، نبي الله يبكي، أمير المؤمنين يبكي، فاطمة الزهراء تبكي، الأئمة الطاهرون يبكون، الإمام الصادق يقول، تقول الرواية إذا رأى هلال عاشوراء ازداد بكاؤه على جده الحسين. شنو يعني؟ يعني طول عمره يبكي على الحسين، طول السنة يبكي، ولكن إذا رأى هلال عاشوراء كان يزداد البكاء عند الإمام الصادق. وش يسوي الإمام؟ حتى إذا كان يوم العاشر كان يوم مصيبة وفاجعة ورزية، ويقول أيها الناس إن الحسين حي يرزق. هذه هنيئة لأصحاب المجالس، هنيئة لمن يحضر المجلس، هنيئة للقائمين بالعزاء. شو يقول الإمام الصادق؟ أيها الناس إن الحسين حي يرزق، ينظرون إلى المقيمين له بالعزاء، ينظرون إلى زواره، ينظرون يقيم أصحاب المجلس هنيئا لهم، لمن يبكي، لمن يزوره، هكذا عين الحسين. شنو النتيجة؟ يدعو لهم، يستغفر الله لهم. إذا كان سيد الشهداء يستغفر لك أيها المؤمن، يعني أنت في الجنة وليس ذنب عليك إن كان سيد الشهداء هو شفيعك، إن كان الحسين هو شفيعك. لذلك ضمنت الجنة بقطرة بدمعة على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فلذلك هاي مقدمة، أول مجلس لابد أن نهيئ أنفسنا للعزاء ليوم عاشوراء. هذه الليالي كلها مقدمة ليوم المصيبة، ليوم عاشوراء. لذلك اعلموا قدر البكاء وعظمة البكاء وأثر البكاء وسعادة المرأة الذي ينالها من البكاء على سيد الشهداء. بكته الأنبياء والمرسلون والأوصياء والصالحون ومن في السماوات وفي الأرضين بكوا على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وبكت من؟ بكت الصديقة الزهراء سلام الله عليها. وأي بكاء لها؟ بنت رسول الله. الزهراء لم يغب عنها أمرا من قضية كربلاء، أن لم تكن حاضرة بجسدها، حاضرة بروحها سلام الله عليها. فكانت تنظر إلى عطش الحسين في كربلاء، وكانت تنظر إلى أطفال الحسين كيف تسحب تحت حوافر الخيل، وكانت تنظر إلى قتلى بني هاشم وأصحاب أبي عبد الله، وكانت تنظر إلى سبي الحوراء زينب وأطفال الحسين ونساء الحسين. ولذلك تقول الرواية لما أخذ خولة رأس أبي عبد الله الحسين ودخل الكوفة ووضعه في موضع في بيته، كان لهذا الرجل اللعين زوجتان، واحدة من بني أسد والأخرى حضرموتية، فدخل على الحضرموتية وقال لها اعلمي لقد أتيتك بخير الدنيا والآخرة. قالت له وبما أتيتني؟ قال لها أتيتك برأس الحسين بن فاطمة. قالت لعنك الله، لا جمع الله بينه وبينك، الناس تأتي بالذهب والفضة وأنت تأتي برأس بنت رسول الله، برأس ابن بنت
رسول الله، لا جمع الله بيني وبينك تحت سقف واحد. خرجت في صحن الدار، دخلت منه الأسدية تقول الحضرموتية: فسمعت أنينا عند رأسه بعبد الله، سمعت صوت امرأة تبكي تقول: ولدي قتلوك. حاضر الزهراء في كل مأتم، في كل مصيبة، في رزايا كربلاء: ولدي تحويك يا حسين يا الله.
نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الكريم، نقرأ الآية الشريفة 5 مرات لقضاء الحوائج شفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. اجعل هذا البلد آمنا وسائر